برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. دي مساحة جديدة للرأي. عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا انطلقت قبل أيام لتربك العالم من المحيط إلى المحيط. تداعيات متلاحقة على مختلف الأصعدة بين جميع الأطراف وفي مختلف الاتجاهات، ورغم التوقعات والتحليلات التي استمرت منذ بداية الأزمة فإن الواقع قد يفوق تلك التوقعات بمراحل. تبقى ردود الفعل من أطراف الأزمة محصورة حتى الآن بين العقوبات الاقتصادية من جانب أوروبا أو الولايات المتحدة طبعا، وسوف يقابلها بالضرورة إجراءات روسية تتمثل في حرمان أوروبا من الغاز الروسي. بمعنى آخر إنه الأزمة الاقتصادية في روسيا بيقابلها أزمة طاقة في أوروبا. تأثير العمليات العسكرية في أوكرانيا سيطال طبعا جميع الدول في كل شيء، وكانت البداية من أسعار النفط اللي بتتجاوز حاجز $100 بعد ساعات فقط من بدء العملية العسكرية. أوروبا كانت طيلة الفترة الماضية تحاول تدبير مصدر آخر طبعا للطاقة بعيدا عن روسيا، سواء في مجال الغاز أو النفط. وفي هذا الإطار بالتأكيد بتتجه كل الأنظار إلى الدول المصدرة، وأغلبها طبعا دول عربية بتحظى بعلاقات طيبة، علاقات متوازنة في أغلب الأحيان بين طرفي الأزمة. هل تنجح أوروبا في إيجاد بديل عن روسيا في مجال الطاقة؟ وكم ستتكلف؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع الأستاذ الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. أهلا بك يا دكتور سامح. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور سامح. يعني ما كناش نحب نتكلم على ملف الطاقة في ظل أزمة فيها عمليات عسكرية وبتلقي بظلالها طبعا على جميع دول العالم بشكل أو بآخر، طبعا بشكل متفاوت أيضا، لكن يعني هكذا هو الحال ويعني أجبرنا على هذا. دكتور سامح، خلينا ناخد الموضوع من بدايته بقى خالص. بالتأكيد كل ما يشغل الكثير هو الحركة العسكرية، التحرك العسكري ما بين روسيا في اتجاه أوكرانيا، لكن بالتأكيد له تداعيات اقتصادية كبيرة جدا، ليس فقط على أوروبا ولا على أمريكا ولا على طبعا جانب الأسيوي كله وعلى الدول العربية بالتأكيد. خلينا ناخد الموضوع من أوله، هو عشان الناس بس تبقى متابعة، لأنه الموضوع ما بيبقى جيوبوليتكس او بيبقى سياسي جيوسياسي بتبقى غايبه الارضيه. هو احنا بنتكلم سياسه ولا هي مشكله اصلا اقتصاديه؟ خلينا ناخدها من الاول دكتور سامح. هي المشكله اصلا اقتصاديه بامتياز طبعا. اقتصاديه ليه؟ لان روسيا هي الداعم الرئيسي لاوروبا من الغاز. روسيا طبعا اكبر دوله مصدره للغاز على مستوى العالم، فروسيا بتصدر الغاز لدول اوروبا عن طريق ثلاث محاور. المحور الاساسي الاولاني مع اوكرانيا، الثاني من خلال تركيا، المحور الثالث من خلال رومانيا وبولندا. فالثلاثه دول هم المحاور الرئيسيه اللي بتبتدي تدعم بيهم اوروبا. لما اوروبا بدات تعتمد اعتماد على الغاز وما فيش دول تانية، لأن الدول التانية هم أربعة خمسة بس زي أذربيجان والنرويج وكانت هولندا وكانت ليبيا والجزائر، بيدوها نسبة قليلة، كلهم نسبة صغيرة جدا، ما يقدروش يعتمدوا على هذه النسب طبعا. لا ما يقدروش. طيب لما واعتقد ان برضه تعدد المصادر صحيح ليه ايجابيات الا انه برضه ليه سلبيات، يعني بيبقى كميات بسيطة جدا بالزبط. يعني قطر بتدي 5% فقط. فإذا الاعتماد الرئيسي كله على روسيا. طيب لما أمريكا لقت أن روسيا بتدي الغاز من خلال ثلاث محاور، بدأت تعمل مشاكل في الثلاث محاور علشان روسيا ما تشتغلش وتدي الغاز لمين؟ تدي الغاز لأوروبا. ففي 2008 بدأ يقولوا أن احنا مش عايزين غاز من روسيا وبندور على مصادر تانية. أول ما قالت إن احنا بندور على مصادر تانية، بدأوا أصحاب الدول اللي عندها غاز عشان تدي لأوروبا، اقربهم قطر، قالت انا هدي لاوروبا، بس عشان ادي لاوروبا يبقى لازم ادخل من خلال سوريا، يبقى لازم اعمل بايبس انابيب تعدي من سوريا. ادي واحد. السعوديه قالت انا هبعت لاوروبا عن طريق سوريا،
هبعت برضو انابيب من خلال سوريا. ايران قالت انا هبعت عن طريق الارض الشيعيه اللي موجوده في العراق لسوريا بايب. اذا البؤره الالتقاء في سوريا وذلك كان تحرك في اتجاه سوريا من سوريا هي بقت المحور. فتركيا لقت هذا الموضوع قالت تركيا قالت انا هحتل سوريا عشان يبقى انا مسيطره على الغاز، لان هو في الحاله دي الغاز مش هيمر من عليها اللي جاي من روسيا هيتقفل. فروسيا اسرائيل قالت لهم لا تعالوا عدوا من عندي وانا اعمل لكم الخط وهديكم اسعار اقل. فطبعا روسيا لقت ان الموضوع ممكن يخرج من خلالها فراحت داخله سوريا، فاصبحت هي المحور اللي بيدي لاوروبا سواء من خلال سوريا لو هياخد من سوريا او من خلال مباشره. لا بعد كده اوكرانيا بدات في اخر 2009 وبدايه 2010 بدات تعمل مشاكل وتقول انا عايزه ارفع عايزه ارفع سعر خط المرور بتاع الغاز اللي عندي، عشان بس نوضح للناس انه الغاز الروسي بيمر لاوروبا من خلال احد خطوطه اوكرانيا، خطوطه الرئيسيه اوكرانيا 70% بالظبط. فاوكرانيا قالت انا عايزه ارفع السعر سعر المرور، فبالتالي لما هي ترفع سعر المرور وروسيا مرتبطه بسعر خطوط بسعر ثابت مع الدول في العقود الاجله يبقى بالتالي هيبقى في خساره بالنسبه لسوريا لروسيا. فبدات المشاكل دي راحت روسيا بدات تفكر في خط نورد ستريم 1. نورد ستريم 1 ده في عمق البحر بتاع بحر البلطيق على اساس انه هيبتدي يلغي الخطوط الثانيه. فلما بدات عمل نورد ستريم 2 وشغلته في 2012 بدات اوكرانيا، وهو عمل اتفاقيه مع اوكرانيا ان هو يمتد بالخطوط لمده 10 سنين انه يمشي الغاز. فبدا هو يشتغل على التوازي على نورد ستريم 2. بدا تدشينه في 2015 مع المانيا مع ميركل. فلما بدا يبدا في خط نورد ستريم 2 معناها انه مش هيستخدم ولا خط من الخطوط اللي بتعدي في اوروبا الثانيه اللي هي بتاعه تركيا او اوكرانيا او الخط الثالث اللي بيعدي من بولندا. فبالتالي يبقى ما فيش حد هيسيطر عليه يقول له ارفع السعر. لما عمل كده اوروبا في 2017 بوتين عمل عليه عقوبه، وفي 19 عمل عليه عقوبات، وفي 2020 لان هم مش عايزين هذا الخط يشتغل، لان لو اشتغل خلاص بقت روسيا هي المسيطره جيوسياسيا على اوروبا من ناحيه الغاز. صحيح. فبالتالي بدات خلاص هو عمل الخط والمفروض يشتغل في 11 المفروض يشتغل في 11 2021. فراحت امريكا عامله المشكله بتاعت اوكرانيا ان احنا هنضم اوكرانيا عندنا في هتتضم للاتحاد الاوروبي. فعشان تتضم للاتحاد الاوروبي اوكرانيا في حضن روسيا ومسيطره على القوات البحريه يعني مسيطره على البحر الاسود. والقوات البحريه بتاعت روسيا كلها في معظمها في البحر الاسود. فبالتالي لو هم خدوا اوكرانيا مع الاتحاد الاوروبي معناها ان خلاص ان روسيا بقى في حضنها الاتحاد الاوروبي ومحدش يقدر يتكلم. طيب هو وهم مش عايزين يستخدموا نورد ستريم 2، فقال لهم طيب عشان ما تستخدموش نورد ستريم 2 انا هعمل حاجه. بوتين راح عمل ايه؟ راح قلل من مرور الغاز في نورد ستريم في الغاز اللي رايح لاوروبا كله، قلل نسبه من 23 ل 25%. فاذا في نقص موجود فين؟ وبعدين قال ان خط اوروبا في خط اوكرانيا في مشكله. فعشان كده انا بخفض الغاز. لما خفض الغاز بنسبه 25% سعر الغاز ارتفع من 300 ل 1000 متر مكعب من 300 دولار 1800 لفوق ال 800 وفوق ال 1000 دولار فوق ال 1000 دولار. فبقت النسبه عاليه جدا. الكهرباء او الطاقه عموما رفعت في اوروبا رفعه عاليه جدا. انجلترا حصل فيها مشكله ان اكثر من 20 او حوالي 20 محطه شركه انتاج كهرباء في انجلترا قفلت لارتفاع سعر الغاز. ادي حاجه. الحاجه الثانيه لما قلل النسبة ورفع السعر، أوروبا كان عندها مشكلة من الأول من 2019. المشكلة دي مع إن هو قلل النسبة دي زودت تفاقلت المشكلة بقت متفاقمة. إيه هي المشكلة اللي كانت في 2019؟ 2019 المفروض أوروبا في توريد غاز من أوروبا لأوروبا، لو حقل من هولندا وحقل من النرويج هو ده اللي بيغذي أوروبا. طيب لما بيغذوا اوروبا حقل الهولندا نزل لحد 20% انتاجه. النرويج بدات بعض الحقول عندها تجف. فاذا الامداد الداخلي اوروبا قل انخفض ده في اخر 2019. فهم ما لحقوش يملوا المخازن بتاعتهم او الاستورز بتاعتهم بتاعت الغاز في اخر 2019 اعتمادا على في بدايه 20 ياخدوا من الدول اللي هي بتمد بالغاز الطبيعي المسال. جت 2020 قفلت كورونا
فلما قفل الكورونا اصبح اللي موجود في المخازن هو اللي موجود وما فيش اي امداد خارجي لان ما فيش لا مراكب بتتحرك ولا اي حاجه. فاصبح المخزون اللي موجود هم اللي هيعتمدوا عليه. جينا في شتاء قارس استخدموا الغاز استخدموا المخزون، وجينا على صيف حر جدا استخدموا المخزون، فاصبح اللي مخزون عندهم ضعيف جدا. وجه في اوائل في اواخر 21 وحصلت المشكله بتاع نورد ستريم 2 وهو قلل الغاز اللي هيحلهم، فاصبح الغاز عندهم تقريبا شبه منعدم. وهو ده اللي بيعتمدوا عليه هناك في سواء بقى في الطاقه وفي المحطات وما شابه ذلك. فبالتالي حصلت ازمه كبيره في الطاقه. لما حصلت ازمه كبيره في الطاقه نلاحظ ان انجلترا جريت على الفحم. هي بتستخدم حوالي 32% من الطاقه بتاعتها فحم، والفحم اصلا كانوا عاملين مؤتمر للمناخ ان ما حدش يستخدم الفحم. فجريت على الفحم، الفحم رفع من رفع حوالي 300 او 400% من سعره. انجلترا بتاع المانيا، المانيا بتستخدم حوالي 75% من الغاز اللي جاي من روسيا. المانيا كانت بتقفل في محطات النوويه بتاعتها، لما حصلت المشكله دي بدات تراجع استخدامها للمحطات النووية لأن دول متضررين جدا. فبالتالي السعر بتاعها رفع، الطاقة زادت، وما يترتب على مشاكل ارتفاع الطاقة من إنتاج المواد المستهلكة العادية. بالتالي كل ده هيزيد لأن لما مصنع الطاقة بتاعته بتزيد أكيد المنتج بتاعه هيزيد، هيحصل تضخم كبير في المنطقة بالكامل. طب دكتور سامح، الجانب الأمريكي والأوروبي في هذه الأزمة الأوكرانية الروسية اتجه نحو عقوبات اقتصادية ضد روسيا، ومن منطلق روسي وهم يعلموا طبعا العقوبات، وهو ما حضرتك عارف أنه هو فرضت عليه عقوبات كثيرة في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يعني ما زالت السياسة الروسية في هذا الاتجاه وتمضي قدما في هذا التحرك العسكري ويتعي تماما ما تفعله. لكن الجانب الآخر يعني كيف سيواجه هذا التقدم؟ يعني هل ستكفي هذه العقوبات الاقتصادية لردع التحرك الروسي تجاه أوكرانيا؟ يعني ده سؤال يتبادر لذهن الكثيرين. هو حضرتك هم قالوا طبعا لا على روسيا، لا بالزبط. لأن روسيا بدأت تعمل حسابها لهذا الموضوع 2014. من 2014 2014 عملت ايه؟ قالت هما بيشتغلوا على السويفت. السويفت ده معناه ان هو نظام كمبيوتر عايزين نوضح ان هو نظام بنكي نظام بنكي له سرية تعامل. بيتم التداول المالية بين الدول المرتبطة بهذا السويفت، يعني حتى اللي معاه اي تي ام ممكن يعملها من مصر ويستخدمها في اي دولة بره لان السيستم واحد ونفس الكود. هو السويفت ده نظام بنكي سيستم واحد له اعضاء معينة بيتعاملوا على مستوى العالم، على مستوى سواء دول او افراد او شركات او كده. طيب النظام ده لو انا مشترك فيه يبقى كل تعاملاتي فيه، يبقى انا بتعامل مع الدول الثانيه بهذا النظام. طيب لو انا خلعت من النظام ده يبقى انا ما اعرفش اتعامل مع الدول دي، يبقى اذا ما فيش تجاره ولا اي معاملات ماليه. طيب هم لما يقولوا ان احنا مش عايزين هنطلعك من السويفت، نشوف المشاكل، هنوقف تعاملاتك من خلال السويفت، من خلال السويفت. السويفت الاوروبي الامريكي اللي هو العالمي، هو العالمي. لكن هو لديه سويفت اخر، هو عمل من 2014 خلق سويفت خاص بروسيا، بس هو بروسيا وبدا يستخدمه وربطه مع الصين. فاذا التعامل بتاعه او السويفت الداخلي بتاعه يختلف عن السويفت الخارجي. وانت لما هنيجي نلغيه من السويفت الخارجي هو ما تاثرش، لسبب ان دول زي المانيا زي فرنسا زي ايطاليا لها تعاملات مصانع داخل روسيا، وروسيا لها مصانع داخل المانيا. والمعاملات الماليه تتعدى ال 25 مليار دولار سنويا. طب لما انا هقفل السويفت الدول دي هتتعامل وتاخد فلوسها ازاي او يتم التعامل؟ هيتضرروا. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اذا هذا التحرك اللي هو من قبل الجانب الغربي سيتاثر الجانب الغربي سلبا منه اكثر من روسيا، هيتاثر تاثير كثير جدا، واكثرهم الدول الاوروبيه مش امريكا. امريكا هتتاثر من ناحيه الدولار لان التعامل ده طلب. التعامل ده اساسه معتمد او الاساس بتاعه دولار. فانا لما هطلع سوق روسيا وهطلع التعاملات بتاعتها يبقى انا قللت استخدام الدولار في المنطقه دي كده. طيب وكمان لما هطلعهم من السويفت الدول الاوروبيه اللي بتتعامل مع روسيا مش هتتعامل، يبقى اذا في مشكله في التعامل. الدولار طلب عليه هيقل من خلال عدم التعامل، لان الدولار كان الاحتياط الدولي بتاع الدول دايما بيبقى ريليتد للدولار. بيبقى يعني هو كان الاحتياطي كانت نسبته 80% دولار، دلوقتي وصل ل 62% دولار.
فإذا الإقبال عليه بيقل. نعم. الإقبال عليه بيقل. ثانيا البنك المركزي الروسي فتح التعامل مع دول كتير جدا بأن هو يتعامل مع الدول دي بالعملة الخاصة بيها، يعني روسيا تتعامل بالروبن والدول التانية تتعامل بالعملة بتاعتها زي الهند وزي جنوب شرق آسيا. صحيح. وبعض دول شرق أوروبا. روسيا الاحتياطي بتاعها اترفع من 300 مليار ما يعادل 300 مليار دولار إلى 640 مليار دولار، وبعدين ما هوش بالدولار، 20% منه دولار اللي هو 640 مليار دول، 20% منه دولار والباقي ذهب وعملات نفيسه ومعادن نفيسه وعملات اخرى. فاذا اعتماده متنوع كمان، يعني فما عندوش اعتماده على الدولار، كندية على الدولار. الرصيد بتاعه ال 186 اللي هو الحر بتاعه بيبقى وصل 186 مليار ما فيهوش دولار. كله خارجي. ثانيا نسبه العجز بتاعه، العجز 20 لا تتعدى ال 20%. العجز بالنسبه له يعني ايه؟ يعني هو بينتج قد ايه وبيصرف قد ايه، فهو عليه بيشوف النسبه دي. دول العالم كلها بتوصل ل 90 و 100%، هو 20%، فهو ما عندوش عجز. طب خلينا نتوقف عند هذه الجمله، انه ليس لدى روسيا عجز في مخزونات لا العمله ولا الطاقه ولا في التعامل ما بين الدول اقتصاديا. خلينا نطلع لفاصل الدكتور سامح نعمان ونتابع مشاهدينا الكرام ماذا كتبت الصحف حول الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها يعني على ملف الطاقة حول العالم، ونعود ونستكمل حوارنا مرة أخرى مع الدكتور سامح نعمان. الأخبار. يراهن عبد القادر شهيب في مقالات على قدرة الأمريكان والأوروبيين على تحمل العقوبات الاقتصادية التي لن تضر روسيا وحدها وإنما سوف تؤذي الاقتصاد العالمي. فها هو سعر النفط يتجاوز المائة دولار للبرميل. صوت الأمة. يؤكد المهندس وائل عبد المعطي خبير الغاز أن أسعار الغاز مرشحة لنمو صاروخي ليس بسبب احتمالية قطع إمدادات الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية، وإنما بسبب وضع الغاز المتأزم أصلا من شح في الإمدادات العالمية، حيث سيلجأ العديد من التجار إلى شراء المزيد من الشحنات في مسعى نحو تأمين مخزونات كافية من الغاز في ظل حالة عدم اليقين. من اليوم السابع. أما في مقالات محمد طنطاو فيقول إن التأثيرات الاقتصادية للعملية العسكرية أعقد بكثير من أي تبعات أخرى، خاصة ما يتعلق بإمدادات البترول والغاز حول العالم، بالإضافة إلى تأثر بورصات العالم خاصة أوروبا وأمريكا سلبا نتيجة المخاوف المستقبلية من سيناريو حرب عالمية جديدة. في الخليج يشير هشام مدخنة في أسواق عالمية أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل أكبر مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن من المؤكد أن تداعيات الطاقة لن تكون الوحيدة، فمن القمح إلى الشعير مرورا بالنحاس والنيكل يتوقع المحللون أن تتعطل سلاسل التوريد العالمية وسط جنوح الأزمة إلى الأسوأ على ما يبدو. في الشرق الأوسط أخيرا عن رأي عبد الرحمن الراشد أن العقوبات الاقتصادية سلاح فاشل خصوصا مع أنظمة مستعدة لتحمل الثمن مهما كان قاسيا. المفارقة هي أن الذي يدفع ثمن عقوبات العملية العسكرية هو الغرب ودول العالم من التضخم وارتفاع الأسعار لسلع حيوية مثل الطاقة والقمح. تابعنا هذا التقرير لخص فيه ماذا قيل وماذا كتب عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وبيحضرني في هذا التقرير كلمة الأستاذ محمد طنطاوي أنه تداعيات العسكرية لهذا التحرك الروسي في اتجاه أوكرانيا هو الأعقد بكثير منه هو التداعيات الاقتصادية، وهذا هو حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور سامح نعمان الخبير الاقتصادي وأيضا الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. دكتور سامح، التداعيات العسكرية ليست هي الأفقم في هذه الأزمة، الأكثر تعقيد هو التداعيات الاقتصادية. كنا نتحدث قبل هذا الفاصل وهذا التقرير حول أنه ماذا يعني سيحدث لروسيا مقابل الاتحاد الأوروبي والجانب الغربي بصفة عامة وأمريكا إلى آخره. يعني تحدثنا عن السويفت وانه هم ليسوا بحاجه لهذا السويفت لانه لديهم قوى عظمى زي الصين وروسيا وكذا، لديهم سويفت خاص بيهم. فاذا
التلويح بالعقوبات الاقتصادية لن يبدي كثيرا مع الجانب الروسي. طيب موقف هنا الصين، الهند، جنوب شرق آسيا من هذا المشهد. الصين مرتبطة مع النظام الداخلي لروسيا في السوفت اللي هي عاملاه الخاص بيها. نعم. الصين بتاخد مباشر من خط اسمه باور سيبيريا، خط غاز مباشر من طلع من الصين من روسيا للصين، وبتاخد النفط من روسيا. في علاقات تجارية كبيرة مع البنك المركزي الروسي ما بين الهند، روسيا والهند، روسيا وبعض الدول في شرق آسيا وبعض الدول في شرق أوروبا. نعم. فإذا دولت في ارتباط كبير ومعاملات خارج السويفت اللي هم قافلين عليه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان اذا علاقات اقتصاديه طيبه جدا طبعا ومتشابكه ومثمره بين الجانب الاسيوي وبعيد عن الدولار. بعيده تماما عن الدولار. نعم. لان هم كل واحد بيتعامل بعملته بعملته فقط، ليها ريفرنس وبيشتغل عليه. ادي حاجه. نعم. ثانيا اوروبا هتتضرر ضرر جامد، لأن ليس هناك من يستعوض الغاز أو الطاقة اللي هتيجي من روسيا لدول أوروبا حاليا. نعم. لو بصينا مين اللي هيديها، مين اللي هيدي لأوروبا؟ قطر مش هتقدر تدي. قطر بتدي، حضرتك قلت بتدي 5% فقط. 5% فقط ده من نسبة ضعيفة، لأن قطر بتنتج 80 مليون طن غاز مسال سنويا وكلهم عقود أجلة، فما تقدرش تقطع. وقالت في المؤتمر الأخير علشان تعمل هذا الكلام يبقى لازم أمريكا تستأذن الدول اللي بتاخد الغاز عشان تدي لأوروبا، وده صعب. أمريكا عشان تدي لأوروبا عطيتها 30 ناقلة، 30 ناقلة اللي هو كان في نوفمبر وديسمبر وأول يناير. نعم. ولن يكفوا احتياجات أوروبا ومش هتقدر تكمل تاني. خدي بال حضرتك لما بنقل غاز مسال فهو مسافة ونقل ووقت وبحتاج محطات تانية تستقبل طبعا. إنما لما بنقل بايب فهو بيشتغل على طول. فطبعا دي مشكلة. لو اعتمدوا على قطر مش هتقدر تدي إلا بقى في 2025، لأن هترفع الإنتاج بتاعها من 80 مليون طن سنويا غاز مسال إلى 110 طن غاز مسال. فالفائض ده ممكن تديه لأوروبا. ده 25 أربع سنين أو ثلاث سنين مش موجودين، وعبل ما يجهزوا المحطات. إحنا بنتكلم على حاليا ما فيش صفر. و27 ممكن تزود لأن الإنتاج بتاعها يوصل ل 117. الجزائر عندها 5 خطوط غاز بتدي، هي بتدي إيطاليا وبتدي أسبانيا. بس عشان تاخد من أسبانيا والبرتغال وتدي لحد ألمانيا وإنجلترا دي قصة تانية كبيرة جدا، فصعبة. والإنفراستراكشر مش مؤهلة لسه لهذا. ما هي صعب. أنا بتكلم على اللي حدي حاليا، وما فيش فائض عند الجزائر عشان تحمله على سفن وتوديه أصلا. وبعدين الجزائر تتبع روسيا، خد بالنا الجزائر تتبع روسيا في التحركات اللي في الغاز ليه؟ لأن روسيا زي ما هي مسيطرة على خط نورد ستريم 1 و2 وعلى أوروبا، في علاقات تجارية وعسكرية. يعني العلاقات العسكرية بينها وبين الجزائر لأن بينها بتحميها حتى نووي لو حصل مشكلة مع الجزائر. هيك قلت أنه يعني أو لدينا معلومة أنه روسيا هي أكبر مصدر للغاز في العالم. تمام. مصدر للعالم بنسبة كبيرة جدا. أوبك هي في النفط، ما هي مشتركة في النفط. طبعا مشتركة في النفط في الأوبك بلس. ما هي أوبك بلس، هي الأول في الأوبك بلس. أوبك بلس وأوبك السعودية. السعودية والاتنين عاملين اتفاقية مع بعض إن هم حتى ما يزودوش ولا ينقصوا إلا بقرار جماعي. يعني حتى لو طيروا روسيا، لو طوروا روسيا من الكلام، فإذا هيبقى في مشكلة كبيرة لأن هي لها إنتاج كبير جدا في قلب. هيستعوضوه منين؟ دي صعبة. وبعدين روسيا ما هيش دولة زي إيران أو ما شابه ذلك، إنها مفروض عليها عقوبات هتتأثر. وبعدين العقوبات ما بتعملش تحليل للدولة أو ما بتوقعش دولة، هي بتوقع اقتصاد دولة إنما ما بتوقعش نظام دولة. دي حاجة. الحاجة التانية إن أوروبا أو روسيا روسيا لما هي هيمنعوا البترول بتاعها مفيش حد هيقدر يعوض بترول روسيا لهذه المنطقة. لأنه إذا كان من يتابع المشهد الآن يعتقد جدلا أن الدول العربية قد تقوم بدور روسيا إذا انسحبت روسيا من إمدادات الطاقة الخاصة بها أو الغاز تحديدا، أنه لن تستطيع الدول العربية إيفاء كل المتطلبات الأوروبية. يعني فالتعويل على الدول الأوروبية في هذا الاتجاه لم يكن. حتى السعودية حضرتك قلت أنها كونهم في اتفاقية يجب أن الدول الأعضاء توافق، لازم والسعودية لازم توافق طبعا.
وروسيا لازم توافق طبعا لازم كل القرار في الاوبك بلس قرار جماعي. نعم. وثانيا ما فيش فائض غاز عند الدول الا كلها عقود اجله الا مصر شويه صغيره عقود اجله يعني عشان بس ناس تبقى متابعه هنا يعني التزامات يعني انا بعمل عقد اعمل عقد الاجل طويل الاجل كذا سنه فكل المنتج بتاعي هو متسكن لدول لسنين قدام يعني في ناس بايعه 50 سنه قدام فما اقدرش اغير فيها طب قل سعر اليوم. دكتور سامح هل يعني مشكلتنا في الأزمة الأوكرانية الروسية فقط نفط وغاز ووقود ولا لدينا ما هو متعلق بالغذاء لدينا مشكلة في القمح في الشعير في الذرة في الزيت زي عباد الشمس إلى آخره موقف ايضا روسيا والعالم المواد الاستراتيجيه اللي بيحتاجها كل دول خليهم يقفلوا على السويفت لما يقفلوا على السويفت روسيا بتدي 30% من القمح للعالم بتدي 30% من الذره للعالم بتدي 80% من زيت عباد الشمس للعالم طب ثانيه واحده بقى دكتور نعيدهم تاني بقى البرسنتجز دي او النسب 30% قمح و30% ذره و80% زيت عباد الشمس زيت بتاعنا اللي احنا بنستخدمه طيب هي اوروبا بقى لما تقفل السويفت ده اوروبا والدول اللي هتتعامل بالسويفت هتشتري ازاي ما عندهاش سويفت ما عندهاش علاقه ماليه تتعامل مع روسيا فمش هتشتري ادي حاجه وبعدين ما ننساش ان احنا نرجع كده لورا من ايام زمان ست مرات بوتين يفكر يعمل حاجه وياخد تهديد من اوروبا وياخد تهديد من امريكا وما بيهموش التهديد وبينفذه ست مرات قبل كده ودي المره السابعه اللي هو كان بيقوله يا ترى بوتين هينفذ زي ما نفذ قبل كده في الست مرات خد تهديد وخد عقوبات وخد ولكن كان قراره بينفذ وبينجح في الست مرات اللي قبل السابق من ايام اللي هو جورج الابن ده نفس الكلام كلهم هددوه وهو نفذ اللي هو عايز يعمله ونجح في الست مرات وما هموش العقوبات نفذها فهو ده الراجل هي العقوبات دي كيف تؤثر على اقتصاد روسيا بهذا الحجم يعني ممكن يبقى حجمها قد ايه او نسبتها قد ايه النسبه السلبيه على اقتصاد الروسي السلبيه بتبان مش في وقتها هي بتبان على المدى المتوسط والمدى الطويل ليه؟ لان هو لما انا بتعامل وعندي دخل جاي الدخل ده كل ما بيقل اذا الاقتصاد بتاع البلد بيقل بيحصل فيه تضخم داخل البلد امكانياتي ما اقدرش اعملها الكلام ده لو انا معتمد على هذا السويفت او هذا النظام او العلاقه دي انما لما يكون عندي علاقات بديله علاقات ثانيه غير نظام السويفت ده يبقى اذا انا اقدر انور بالعلاقات الثانيه عشان كده هو عمل حسابه من 2014 للمشكله دي بتاعت النهارده وما وقعش فيها ومش هيقع فيها لانه بقول لحضرتك الاحتياطي بتاعه 640 مليار وما هماش دولار في دقيقه ونص عشان وقتنا خلاص انت تحت امرك المخرجه بتقول لي دقيقه واحده بس حاضر تداعيات المشهد في على المستوى القصير المدى والبعيد المدى في الازمه اقتصاديا بالنسبه لروسيا على القصير لا روسيا وايضا الدول المحيطه روسيا يعني لا روسيا العالم هيتاثر روسيا المدى القصير والبعيد ما عندهاش مشكله اوروبا هتتبهدل ولازم ترجع وترضخ لانها تاخد الغاز من بالطريقه اللي هو عايزها من روسيا ده انا هنفتكر والانضمام للاتحاد الاوروبي اوكرانيا عمرها ما تنضم للاتحاد الاوروبي وهتتبع السياسه اللي هتقولها روسيا لان ده خط احمر طيب. بالنسبه لروسيا يعني دكتور سامح المشهد القادم يعني مرتبك للغايه لا هو مش مرتبك هو مرتبك في فتره لحد ما تظبط اوكرانيا بعد ما تظبط اوكرانيا لازم يتفاوضوا لصالح اوروبا لازم اوروبا تتفاوض لصالحها والا هتتدمر ما عندهاش طاقه ما عندهاش مصادر طاقه خالص مين هيديها غاز ومين هيديها بترول وغاز بالذات مين هيديها غير روسيا فلازم تخضع لروسيا وكده لازم تظبط اوكرانيا وبعد ما تظبط اوكرانيا هيبتدوا يتفاوضوا معاه ويعدلوا الحل ايوه انا بحب قوي ان كلمه ان في حل يعني ان شاء الله في حل دكتور سامح عشان لا ما في حل مش عايزين نقفل الحلقه لا لازم ان شاء الله يبقى في حل بعد ما يسيطر على اوكرانيا
ويعمل يعني خلينا لا نستبق الاحداث سياسيا انه يعني بس نامل الخير لجميع الاطراف لان طبعا الوضع الانساني يعني مش احسن حاجه بالنسبه للشعب الاوكراني لانه في النهايه يعني وضع انساني هو ما بيضربش شعبه هو له خط احمر ان وعلى فكره الجانب الروسي قال كده انا مش بستهدف ابدا لا المنشات المدنيه ولا المدنيين ولا يعني احنا بنتكلم في وضع بشكرك شكر جزيل الدكتور سامح نعمان استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه المتجدده شكرا لحضرتك وانضمامك لينا في هذه الحلقه وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله ونامل ان شاء الله ان الامور تعدي بسلام على جميع الشعوب الشعب الاوكراني طبعا وجميع شعوب العالم يعني وتعدي الازمه على خير باذن الله على كل الدول في امان الله.